كل موعد متجدد من اي اف ام زون سبور رافقوكم من توا كالعاده كل نهار حتى للسبعه نتاع العشيه. مرحبا، رحبوا بالناس الكل اللي برونشي على فريكونس نتاعنا من تونس والجمهوريه والناس اللي زاد كيف كيف يشاهدوا فينا على اي اف ام تي في وعلى اليوتيوب. دونك خلينا نحكي ونعطيكم المنيو نتاع اليوم باش نرجعوا على مقابلات البراج وخاصه النتائج اللي ما كانتش متوقعة. الناس كل قالت انه الملعب التونسي هو الفافوري في الدورة هذه، لكن النتائج عطات تعاكس هذا. باش نرجعوا بالديتاي، باش نرجعوا للجلسة العامة التقييمية للنجم الرياضي الساحلي، شنو صار في الجلسة العامة التقييمية، زادة باش نمشيو ونشوفوا شنو هي اخبار السي اس اس، الاشكاليات اللي تحدى بها النادي الرياضي الصفاقسي في كرة اليد. ساعتنا الثانية باش يكون حاضر معنا رئيس الفرق قيس البدوي باش نحكيو على تتويج السيد الافريقي باللقب، وباش نحكيو على الاحتراز نتاع النادي الافريقي وساقيه الزيت وخرجت بعد اربع شهور نتيجه الاحتراز مش يصالح النادي الافريقي. زاد باش تكون معنا نهال اندلسي وباش نرجعوا نحكيو على الاشكاليه اللي صايره نهال اندلسي وهي رباعه تونسي. هذا الكل كما قلت لكم من توا حتى للسبعه نتاع العشيه. اي اف ام زون سبور. نبداو نرحبوا بالعرس خلينا نقولوا نتاع البرنامج نادر داود. مرحبا. مرحبا بك حمزه، تحيه ليك، تحيه للاخيان اللي معنا في البلاتو. عزة تعود بقوه على مستوى الاخراج هكا، ولا نقول على مستوى الاخراج هكا بديت صحيح فهمت. ووئام وجماعه اللي الشله هذوك نتاعنا اللي في الديجيتال والدنيا الكل، الساده المستمعين الكل، ان شاء الله نعديو وقيت ممتع، نحاول ان شاء الله نحكي في المستجدات الرياضيه وما اكثرها في بلادنا. الكره هذه اللي ماشيه يعني محضر روحك، ماشيه بالشقلوب، محضر روحك اليوم انت. اليوم نادر عنا برشا مواضيع وعندك ما تحكي في المواضيع هذه. طارق عصادي صديقي وزميل الصحفي خلينا نقولوا العمود الفقري العمود الفقري لي اف ام زون سبور. مرحبا تروح. مرحبا بك حمزه، مرحبا بنادر، مرحبا بضيفنا وكل مستمعات ومستمعي اي اف ام. مرحبا، ان شاء الله نقضيو امسيه باهيه وترتقي للانتظارات المستمعين كالعاده. فما دخله هكا كما اللي قالها نادر على خلي وصل اللعبه نعطيه كعبه فهمتني مازال واضح. ينورني ويشرفني زاد امير الجزيري مسؤول سابق في النادي الرياضي بن زرتي. بعد شويه على السي بي بعد برشا بعد قول ما تنجمش معناتك اللي تبعد برشا برشا تقعد. الحب معناتها والوفاء ديما النادي الرياضي بن زرتي اكيد الحب والوفاء، ما صدقا بعيت برشا، بعدت يعني مده الاخرى يعني بعدت برشا يعني على والاسباب. علاش علاش بعدت معناتها حتى هيك اون بغيف باش والله بون ارتباطات مهنيه والحاجه، وثاني حاجه يعني ما الكوره في تونس كيفاش ولات يعني باش نتاع احنا قبل كل شيء يعني باسيوني يعني كوره و تعرف الباسيون يعني كي النيفو يطيح والملاعب واللي تعرفوه اللي تحكيوا فيه كل اسبوع هذا كل يعني واحد يخلي العبد يبعد صيح صيح. امير كلامك صحيح. نبداو خلينا نقولوا بالاخبار الاولى اللي قمنا عليه اليوم الصباح الناس الكل، هو البلاغ اللي هبطته اولمبيك مارسيليا عن وفاه رئيسها السابق واسطوره من اساطير لوام صاحب القضيه الاشهر في تاريخ كرة القدم الفرنسية برنار تابيع. لذلك يحضر معنا مباشرة خلينا نقولوا الاخصائي بعد شوية باش يكون معنا مراد الصغير يقولوا لي لخيان باش نحكيو على برنار تابيع. توفى عمره 78 عام بعد صراع كبير مع المرض، مرض السرطان. برنار تابيع كان عمل كل شيء بريسك معناتها وزير في عهد الرئيس ميتيرون، كان فنان مقاول رياضي رجل سياسة بامتياز، صاحب اللقب وصاحب القضيه الشهيره في التلاعب في اولمبيك مارسيليا، خلى ارث طبعا فالونسيان الثلاثه ملاعبيه اللي وهز مع الميلان الشامبيونز ليج الوحيده مع كونتر الميلان الشامبيونز ليج الوحيده اللي في فرنسا مع مارسيليا، ارث كبير. فقدته الرياضه الفرنسيه، فقدته اولمبيك مارسيليا، واكيد انه مختص في المجال هذا باش يعطي برشا ايضاحات للمستمعين. واضح. في انتظار مراد الصغيري نعطيكم شويه معلومات. هو كان رئيس نادي مارسيليا من 86 حتى 94، والنادي الفرنسي الوحيد حتى توا اللي يحرز دوري ابطال اوروبا. الناس كلنا نعرفوا عام 93 وقتها كانت المباراه كونتر الميلان بنتيجة هدف وحيد مقابل صفر، وفي نفس العام توج بلقب الدوري الفرنسي بعد قضية الرشوة الشهيرة بنادي مارسيليا وفالونسيان. تم إسقاط النادي إلى الدرجة الثانية عام 97. تم الحكم على برنار تابي بالسجن لمدة 8 أشهر، والمدير العام سابق اللوام لمدة عامين مع وقف التنفيذ.
قضية دخل فيها وقت رئيس فرنسا وقت ميتيرون وكان وقف مع برنار تابي معناتها خلينا نقولوا صفحة رئيس نادي مش باش ينساها أحباء أولمبيك مارسيليا لأنه بصراحة اسم أعطى كان جزء لا يتجزأ من تاريخ نتاع أولمبيك مارسيليا معناتها اسم كبير نادر هكا ولا ما بصراحة معناتها كي نحكيو برنار تابي خويا الله يرحمه خويا كهو مسؤول من المسؤولين اللي الكبار اللي شدوا جمعية كبيرة خلى بصمات فهمت كيما أي إنسان مش ياخذ وقته ويتعدى دونك لكن يبقى رئيس تاريخي رئيس تاريخي بصراحة واضح أمير برنار تابي في مارسيليا فيغور امبليماتيك يعني مارسيليا تقول برنار تابي وغودان البلدية لوين برنار تابي وغودان البلدية غودان يعني رئيس بلدية يمكن عنده 30 سنة ولا يعني هذوما يعني زوج شخصيات اللي كيفاش يقولوها يعني مؤثرين برشا مؤثرين وقابلينهم يعني محبوبين يعني من المارسيي يعني بعيوبهم بما فيه كل يعني خاطر هذوما متيمين دي شوفان من مارسيليا كانوا يحبوا برشا مارسيليا برنار تابي الى تو في باش مارسيليا هزت تشامبيونز ليغ وتو كنت تحكي فيها وبونتو بازيل بولي الشهير بالراس هذاك فهمني دونك كيما كنت تحكي عمل التياتر عمل المسرح عمل كل شيء فهمني الله يرحمه على دينه ولا عاش كيفاش يقولوا اللي اختلفنا فيها دونك معنا زميلنا وصديقنا والمختص خلينا نقولوا كن يعرف معناتها عن قريب الرياضه العالميه مراد الزغيدي مراد باش نحكيوا على برنار تابي لكن نخرجوا فاصل صغير ونرجعوا انتم تسمعوا في اي اف ام زون سبور مع حمزه المغيري مرحبا بكم الناس الكل نرجع نحكيوا على برنار تابي الرئيس السابق واسطوره اولمبيك مارسيليا ومعنا في المباشر زميلنا وصديقنا مراد الزغيدي مراد مرحبا بك اهلا بك حمزه شنو احوالك مراد شنو هي الامور الحمد لله يا حمزه لاباس الحمد لله باهي ما لقاوش شكون خير منك مراد نحكيوا على برنار تابي نحكيوا على الرئيس هذا اللي معناتها جزء لا يتجزا من تاريخ اولمبيك مارسيليا معناتها باللي عملوا الكل كان نحكيوا عليه شويه معناتها ونوصلوا ممكن للناس اللي ما تعرفوش وديتها ليه للساده المستمعين هو شوف برنار تابي فما جزء واقع وجزء في اسطوره فما جزء شيطاني وجزء ملائكي وبرنار تابي هو رمز تقريبا للمأساة نتاع الإنسان الناجح اللي وصل مارسيليا لقب بطل أوروبا ما أدراك تكون بطل أوروبا ودليل أنه من عام 93 لليوم حتى نادي فرنسي ما وصل باش يهز لقب بطولة أوروبا وفي نفس الوقت كما قلنا قبليك الوجه الشيطاني أو الحاجة في الرياضة وفي الكرة بالتدقيق بالفضيحة الشهيرة اللي جات هوفيت تقريبا 10 ايام بعد الفوز باللقب نتاع الكوب دي شامبيون وقتها ما كانش تشامبيون ليغ بالفضيحه نتاع فالنسيان وشراء الملاعبيه نتاع فالنسيان وقتها ملاعبيه اللي هما نكرات في الواقع مارسيليا كان شبه متاكد انه يفوز باللقب نتاع البطوله لكن برنار تابي والفريق نتاعو اللي كانوا في اداره اولمبيك مارسيليا راوا انه لازم يشريوا زوز ولا ثلاثه ملاعبيه وهذا اللي صار وصار من بعد قضية شهيرة ومحاكمة شهيرة ومارسيليا هبطت للدرجة الثانية عام فقط بعد ما تحصلت على لقب بطل أوروبا شوف المفارقة معناها وشوف القوة أنه في نفس العام تعيش أكبر لحظة متاع نجاح رياضي إذا صح تعبير ولا نجاح كروي والانحدار وال خلينا نقول والسقوط النهائي إذا صح تعبير لأنه من بعد مارسيليا عمرها ما رجعت كيف ما كانت برنار تابي لازم الناس تتذكر ممكن الصغار في العمر ما يتذكروش شرا مارسيليا عام 1986 وقت مارسيليا كان نادي بعد على الأرواي في فرنسا والأندية اللي ولات قوية كانت وقتها نونت وبوردو موناكو سانت إتيان هذوما الأندية المنافسين التاريخيين حط الفلوس وبسرعة تقريبا وصل جاب الألقاب المحلية وبسرعة كذلك جاب اللقب الأوروبي معناها 7 سنين ما تسرناش حاجة كبيرة في الكرة المثال الأعلى نتاعه حمزة وقتها كان سيلفيو بيرلوسكوني وشوف الصدف أنه بيرلوسكوني شرى الميلان عام 86 وتابي شرى الأولمبيك دو مارسي عام 86 والتنافس كان كبير ما بيناتهم داير المقابلات قعدت في التاريخ الكروي الأوروبي ما بين مارسيليا والميلان
عام 91 وقت مارسيليا غلب ميلان في ربع النهائي تاع كاس اوروبا في مقابله عوده شهيره في فيلودروم، وميلان انسحب زعما لاسباب خاطر شو الضوء وقتها تقص على جزء من الملعب في مارسيليا، ثم النهائي الشهير في منشن لما بازيل بولي، وكنت حكيت عليه قبليك سجل لك الهدف. الاسطوره تقول يا حمزه انه في الماتش هذاك، وانا اكدوا لي وقت برنارد تابي كان لي الشرف اني تجربته عام 2000 في باريس في الهوتيل بارتيكولي نتاعو رو دي سان بير في السيزيام اروندسمون، معناها بريسك صار فخم. بازيل بولي ماركا البوتو في دقيقه 44 من دقيقه 30 كان يغزر للمدرب ريمون غوتالس والبنك نتاع مارسيليا ويقول لهم راني مضروب عندي فخذي يوجع عايزني نخرج باللاسلكي بالتلكي ولكي وقتها فماش بالتابل. تابي من المنصه الشرفيه قالوا من نو واي ما تخرجوش بولي خليوه الاخر لحظه راه يصلح لنا في ليكوتياريتي في ليكورير وفي ليكوفران، وهذاك اللي صار. بولي ماركا ماركا الهدف التاريخي لمارسيليا وك الفرحه التاريخيه لمارسيليا. برنارد تابي كان انسان عنده كاريزما بصراحه مش فوق المتوسط برك، معناها كاريزما خليته يكون قائد نتاع اكبر نادي من ناحيه الشعبيه في فرنسا، يكون كذلك رجل اعمال بارز جدا جدا. الروسيت نتاعو كانت بسيطه حمزه، كان يشري مؤسسات فالسه يوقف على ساقيها ويبيعها باغلى الاثواب الاسنان بطبيعه الحال، كان يشريها ببلاش، كان يشريها بالمليم الرمزي كما نقولوا احنا في تونس، ومن بعد معناتها يحط فيها التاج نتاعو مليارات ولا ويصرف عليها بالطبيعه واضح، لكن يبيعها باكثر برشا من اللي يصرف عليها. وفي هذا يلزم نقولوا انه كان رجل اعمال ناجح، ولو حتى هو كانت عنده برشا اشكاليات قضائيه. خلي نقولوا يا حمزه باش نستفهم، انا قلت قبليك خذيت الصوره المجازيه ما بين الشيطان والملاك. ديما برنارد تابي في الاعمال وفي السياسه كان فك المنطقه الرماديه ما بين القانون واللا قانون. وقتاش الفرنسيس الكل تعاطفوا معاه مهما كانت الوانهم، اللي كانوا يحب مارسيليا واللي ما يحبش مارسيليا، واللي يحب بيلجي واللي يحب بوردو واللي مع الحزب الاشتراكي واللي ضد الحزب الاشتراكي، وقت خرج في الاعلام في العامين الاخرين وكان يتحدث بشجاعه كبيره وبكوراج كبير على معركته ضد المرض الخبيث السرطان، عافانا وعافاكم الله الكل. ووقتها بصراحه اعتذر وكان يخرج راه في الاعلام يقول انا راني نحب نتكلم اليوم باش الناس اللي مرضى بالكونسير يفهموا انه راهو هي معركه تنجم تربحها، وفي هذيك ربحت عاطف عدد كبير جدا 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 من الناس من الراي العام، معناها اللي راهو فيه انسان ابريتو سفري كان رئيس وخلي نقولوا تو الله يرحمه، معناها كان في نوع ما كان فاسد اذا صح التعبير، وفما شبهات احيانا تاع اشرار العباد كفاسده، اما كذلك تاع انه اشتري حكام. ولكن لما الانسان برنارد تابي ظهر على السطح وحكي مع الناس على المعاناه اليوميه وكيفاش انت كل يوم في عركه مع السرطان، وقتها ولا انسان شعبي جدا جدا. واليوم تقريبا كل الطبقه السياسيه وكل الرياضيين هبطوا، معنا شفت النساج نتاع تعاطف كبير معاه. مش لازم حتى نحكي لك على مارسيليا، لانه في مارسيليا اسطوره بصراحه اسطوره. انا وتيت فرصه مشيت مارسيليا اكثر من مره، تجل ليجوند صراحه الكلمه بالسوري، تجل ليجوند معناها بالنسبه ليهم عملاق شو باش نقول، معناها مش مارسيليا برك، معناتها في فرنسا الكل، ومعناتها اليوم كما قلت انت معناتها بعد التعاطف اللي تعاطفوا معاه وقت اللي حكى وخاطب الناس بالمرض نتاعو باش يبقى هو اسطوره من الاساطير. معناتها مراد، وانت يعني قلت لك معناتها انت علاش احنا اخترناك انت باش تحكي، خاطرك انت تعرفه وعملت معاه انترفيو، معناتها وتعرف الشخص معناتها في حد ذاته، دونك ما نجم نقولوا كان باش يبقى تاريخ وكاو مراد. صحيح، وان كان كيف ما نقول لك باش نكون تعرفني موضوعي يا حمزه ماهوش ملاك راهو باش نكون اكيد اكيد جدا جدا معناها في لي ترانسفير في العلاقات مع لي زاجون في علاقاته مع الملاعبيه، كان انسان يتسلط على المدربين وكان يحب يحكم باحكامه في دخوله للسياسه. نحب نقول حاجه زياده يلزم نعرفوها، اللي كان من اكثر الناس اللي وقفت مع مهاجرين في فرنسا وكان صد منيع ديما ضد كل الخطابات العنصريه. ودايير طب شو بعد شويه على الكوره، عمل مره في كير حاله مراد جوست خاطر دايمنا برشا الوقت باختصار مع جون ماري لوبان اللي تعرفوه نتاع اليمين العنصري، وكان تقريبا الرجل الوحيد اللي سكتوا في علاقه العنصريه نتاعو ضد المهاجرين المغاربه.
واضح. شكرا لك، يعطيك الصحة على الديتاي ديتاي اللي معناتها بصراحة ما الناس كل ما تعرفهمش، برشا حاجات الناس ما يعرفوهمش على برنار تابي الله يرحمه على دينه. ان شاء الله معناتها خلينا نقولوا للعباد تاخذ الباهي نتاع برنار تابي، خاطر كيما نسمعوا توا نادر ولا طارق ولا امير معناتها على الخدمة اللي خدمها بار الحاجات اللي مش باهي اللي عملها، لكن الخدمة اللي خدمها معناتها مع اولمبيك مارسيليا بصراحة حاجة باهية وتبقى في التاريخ. شخصية جدلية وبكل مساوئها ومحاسنها معناتها حتى في الكرة التونسية ولا في العالم وكل، ما كنتش تلقى الملك الباري في كرة القدم ماهيش العالم الطاهر. شخصية طبعا تاريخ اولمبيك مارسيليا وطبعا تاريخ الكرة الفرنسية. واضح. نحكيوا على مقابلات البراج البارح، زوز مقابلات تلعبوا والجولة الأولى شبيبة فازت على اولمبيك مدنين 2-1. الملعب التونسي انهزم امام ترجي جرجيس 1 ابلاج، دونك القروان وجرجيس المركز الاول 3 نقاط، اولمبيك مدنين الثالثه والبقلاوه في المركز الرابع في انتظار الجوله الثانيه باش تكون هالاربعاء 6 اكتوبر مع ثلاثه ترجي جرجيس شبيبه القيروانيه واولمبيك مدنين. الملعب التونسي نحكيوا على المباراه الاولى، الملعب التونسي ترجي جرجيس حكينا المره اللي فاتت معناتها حكينا على ريكروتمونات، حكينا بالنسبه للملعب التونسي وقلنا من اكثر معناتها الفرق الفافوري ولا اكثر فريق فافوري في الاربع فرق هذوما هو الملعب التونسي، لكن فما حقيقه اخرى ظهرت البارح نادر. الحقيقه هي حقيقه الميدان، هي حقيقه 90 دقيقه، هي حقيقه البذمجه والتخطيط تاع الملعب التونسي، والملعب التونسي هذا ملف بحاله، يعني المقابله نوع نحكيوا عليها في كلمتين، لكن اللي اهم هو العشوائيه الضبابيه اللخبطه اللي في الملعب التونسي السنوات الأخيرة. السنة الماضية 3-4 مدربين، يعني سي جلال بن عيسى كاستينج بتاع مدربين، 5 جولات الأولى أنيس البوسعيدي ينتصر في زوز يتعادل في زوز، أول هزيمة مع صفاقسي في صفاقس 3-0 إقالة المدرب، 8 نقاط من 5 جولات، مانيش عارف وقتها شو سي جلال شنو اللي طالب من أنيس البوسعيدي، فهمت هذاك شنو؟ شوف بعد جي نصيف بياوي، نصيف بياوي عمل 8 مقابلات، جاب عدد نقاط متوازن، عدد نقاط يعني متوازن نوعا ما، خلينا نقولوا عادي عادي. من بعد يمشي البياوي في ظروف غامضه، يجي غازي الغرايدي يخدم غازي الغرايدي قبل بجوله رب في ساعة غازي انسحب، شمها قاسه، عرف الخدمه مخدومه قبل بجوله، وضحت موازين القوى وين ماشي شكون طايح، استاد اضعف ضلع، لكن استاد هي اعطت الفرصه قتل مطيحوني. كي تخلي روحك في تونس نعود هنا لاخر جوله، وقبل اخر جوله الضعيف يطيح، اللي ما عندوش الحنينات وما عندوش الاكتاف ما عندوش التدخلات، شويه سياسه شويه كذا شويه علاقات يطيح ياكلها. جا شو اسمه رمزي جرموت في اخر مباراه، تعرفوا عاد السيناريو الهيتشكوكي نتاع اخذ جوله وثلاثه اربعه يتملكوا غادي وسته سبعه يتملكوا غادي وعلى البال تخرج غادي ويجي كلاسمون مخيط امور واضحه هكا، طاحت استاد، هي طاحت استاد. وبعد يخدم على روحك، بداوا بالافلام مره اخرى، تو جمعيه طايحه، مدرب اجنبي هذايا لوكي مانويل كان بلجيكي إيميل ولا شو اسمه، عنده قضية ديجا في العنصرية هو، ما عليناش أموره خاصة. هذا شنو لقيت في السي في مع نادر؟ إي كي تشوف شوف كي تتبع الصفحة الرسمية نتاع الملعب التونسي اللي هي المفروض صفحة محترمة وبالحق يعني تتبعها حلوة. 1 جويلية تركيبة الإطار الفني نتاع اليوكي مانيلي فيه ماجد البدينسي بدينيسي هكا كان سامحني خويا كان نغلط في اللقب، مساعد أول، أمير الدريدي مساعد ثاني، الزيادي مساعد ثالث هو الفريق الثاني، وياسين بن سعد معد بدني، وعثمان الخزري مدرب حراس. 5 جويلية انطلاق التحضيرات. تقول هذا فريق طايح قبل فريق نتاع درجه اولى، لكن مدرب اجنبي وفريق طايح، واحنا ممنوعين من الانتدابات المدربين الاجانب. هنا الناس الكل مشى لبالنا الملعب التونسي عنده المود باس، سيتم اسعافه امور واضحه ومش تقعد في الناسيونال. بعد جات الجامعة وجبدت البساط تحت الجميع، يقعدوا أول وحدكم، وجات دورة البراج 28 أوت تبدأ التحضيرات، 28 أوت ينتخب رئيس جديد، يولي المدرب هذا الأجنبي نطردوه ونجيبه مدرب أجنبي أتعس منه وأجنبي اتفقوا على أنه يكون أجنبي، لأنه احنا ما عندناش مدربين في تونس. أنت طايح الليك 2 يقعد يجيب مدرب تونسي، جيب مدرب لعبت في الليك 2 يعرف البراج، يعرف الناسيونال، يعرف الملاعبيه، يعاونك في الانتدابات،
جابوا هذا لوك برنار اللي جابوه. اول حاجه على الصفحه الرسميه ما تلقاش تعيينه، فماش تعيين. لا تصديق لكلامك على لوك برنار. لوك برنار خدم كان في فرنسا، خدم كان في لي ريجيونال، قارنها باللي ديفيزيون اوروب تجي ديفيزيون 10 اي نون كلاسي ديفيزيون 10 يعني. والدليل اصلا والدليل كي جابوه عطاوها الفريق وقالوا انه مش يعمل برنامج للاصناف الشبان. اليوم تعاود اول حاجه البارح نحاولوا المساعد نتاعو طارق العوني يعني هو يدرب قيس وقيس العوني يا ربي مدرب هو يدرب اليوم نحاولوا مش الحق اليوم نحاولوا على البنك المدرب اجنبي. البارح يهبط ملعب تونسي بلاغي نحيو المساعد مش لوك برنار كيفاش نحيوها ما يجيش شعطاوها اليوم اليوم عينوا مدرب جديد اللي هو طارق جراي اطار فني جديد اطار فني جديد كامل طارق جراي طارق جراي مدرب معه مجد برينيسي تو برينيسي هو الحاوة مع طارق الزيادي مساعد ثاني وحطوه معناتها مدير رياضي انت فهمت شي حاجة بدلوا البوست تحب تطلع انت تحط مدير رياضي كما قال امير سامحني نادر تحط مدير رياضي كما قال امير معناتها هو في فرنسا معناتها كان في ليكيب ريجيونال ما فماش حتى اكسبيريونس كبيره معناتها وين يحبوا يمشيوا نسال نادر بربي في النقطه هذه وانت مدرب كي يبدا مثل صارت لنا نحن جدل مع حموده بن عمار وقت جدد كونترا روجي قبل ما يخرج 2008 رغم انه المقامات مختلفه محفوظه بيان سور صار جدل على انه هل انه له المشروعيه رئيس نادي ولا جامعه انه يخلي الهيئه اللي وراه مونجاجي مع مدرب معين. جاء بحذانا لهنا سي نور الدين بن بريك نهار 13 جويليا مع امين كلينز عمل حوار قال انا لا اعترف بهذا المدرب لوكي مايال وانا نعيش في بلجيكيا والمدرب هذايا معناتها خالي وليفاض وسيره الذاتيه نتاعو خايبه ولا بروفوني انه 28 جويليا حط المدرب جديد لهنا هل انه اللي هو ادعس منه يسال كاستينج يسال جلال بن عيسى والا الهيئه الجديده لا انت تسال الاثنين تو جلال بن عيسى صفحه تطويت لكن هو بأخطائها بسلبياتها الموسم الفارض دفعت البقلاوة الثمن لا لكن أنه تو بالنسبة للملعب التونسي ضرتها أنا حسب رأي زوز نقاط يقولوا جلال بن عيسى أنه تعين جلسة العام 28 نوت تعرف اللي هي مخر برش تعجيز. أي ما صارت حكاية الكورونا والجلسات العامة مخر برش تحضير فريق اليوم شو نقول أنا نقول تم اختيار على لوكي مايال بدأ يخدم لوكي مايال معاه الستاف نتاعه ولاد الستاتينيزيان يعرفوا الستاتينيزيان 54 حصة تمارين يعني بريباراسيون كاملة تعمل كاملة سبعة مقابلات ودية يعني نورمالمون يعني فريق حاضر نهار في حاضر يعني وخرج غادر الفريق يظهر لي 8 سبتمبر حاجه هكا ولا اول سبتمبر حاسيلو اول في الاسبوع الاول تاع سبتمبر غادر الفريق خرجوه وجابوا مدرب جديد. انت اليوم كما قال نادر حاضر حنا انفستيسمون توا الملعب التونسي اللي ريناه اللي فما كل يعني صار عمل انتدابات بيان سيبلي كملهم مده الاخرى عمل فريق باهي يعني عمل فريق نتاع رابطه واحد حاضر باش يلعب في الرابطه الواحد فهمني البراج هو اللي ما تمش تحضير ليه يعني تجي انت اليوم تخرج مدرب 20 يوم قبل البراج تعين مدرب جديد ونزيدك السيد هذايا اللي جا يعني المدرب الفرنسي هذايا جا عدى فعلا 20 يوم هذو عدى 10 ايام المجموعه اللي وقفت والجروب اللي وقف ولعب الماتش ميكو يترناو عند المساعد نتاعو وهو جاب طلع الشبان الكل 36 ولا 40 لاعب في وسط التمارين يعني كانه يعني بدايه نتاع ريبريز نتاع بريباراسيون فهمتني وبدا عدى 10 ايام ويختار ويلوش في الجوارات خلى 10 ايام بركش حدا البرش جات خل الفريق اللي اضعف الايمان انه هاو نادر فني ويقول لك المفروض انك تجي تدخل على الجمعيه في وقت قصير تخلي الامور كما هي وتشوف ومن بعد تاخذ بعد تثبت جاء الى شومبور دي ليكيب فهمني رفيق المدنين اللي نعرفوه في اللاكس سنترال عمناو ماشي في اللاكس سنترال لقاو في خط اخرى يلعب بتروا بيفو شو اسمه المدنيني ولا شو اسمه والعواضي ويلعب فيهم دي ريجيسور يعني البارح ترى الاستاد ما تخلصش في راس الكوره ما فماش لا جمل كرويه لا فما اكزرسيس لا شيء كونترالمون جرجيس كونترالمون جرجيس منير راشد باربع اولاد عرف كيش يوقف جوا ملاعبيته يعرف يقرا الادفيرسير كره تقصيره ملاعبيه صغار ولا بنسير يعني لا على المقابلة ما فماش كلام احنا نحكيو على وضعية وضعية الملعب التونسي وضعية الشعوذة انا نسميها صحيح يا اخي رئيس يا اخي اللي بمليار ولا بزوز مليارات خليه ما عندك فلوسك يا ولدي اعطيني برمجة واعطيني افكار واعطيني تخطيط شو جيب لي مدرب
ايش نبي والكيب ما زلت ما تعرفش تروح تلعب يا اخويا غلطت وجبته 11 سبتمبر صارت جلسة عام عرفت انه ثم براج ناقف الجمعيتي هذا مدرب اجنبي مش باش يقعد على البنك عندي ثلاثة مقابلات نمشي نجيب مدرب تونسي عنده خبرة البراج خبرة الرابطة الثانية خبرة الصعود النزول يا اخويا ما عندوش خبرة مدرب تونسي نخلي مدرب وبيدو نادر يتأقلم على الاجواء نخلي مدرب وبيدو بعد البراج انا اخويا مش مقتنع بيه نحيه فهمتني هذا نقولوا فرضا بالضبط هذا يا اخويا خاطر فكرة الاجنبي في الملعب التونسي راهي فكرة تضحك غالطة فريق طايح ودايور الفريق قعد يحلم انه صعد حتى كلي كف حتى في الماتش الاولاني يعني كانه الفريق ثم براج هو طالع الفريق الواقع حاجه اخرى يعني انت شوف اليوم شنو اللي صار اليوم شتعمل البارح نحل المساعد قيس العوني ولا ياخذ دي مدير رياضي اليوم جاء طارق الجرايه ثم تذبذب ومعاه كل تذبذب نقول نقص خبر انت في التسيير ثم عدم مسؤوليه وسوء تصرف وسوء تسيير قبل ما نحكيو على الملعب تحكي على الملعب التونسي راهو نعرف لكن في بالك نسمي الملاعبيه هذوما فخر الدين الجزيري في اللاكس حمزه الربعي اللي كان في القذوانه ضد الوا اولمبيك لعب كريم العواذي ما نحكيوش عليه مجموعه ممتازه صبير عمالي ماهر الحناشي حسام الحباسي بلال احمد العمري هيثم العيوني بلال مالك بلال مالك بلال مالك البنك فيه ايت مالك والماشري هذوما الملاعبيه هذوما حاجه اخرى البارح هذوما وحدهم يلعب باش نرجعوا نحكيوا على المباراه معناتها كما قلنا باش نحكيوا على ترجي رجيس زاده لكن البارح ممكن اللي دارت برشا هي الديكلاراسيون تاع انيس العياري اللاعب السابق الملعب التونسي والحسره الكبيره بعد الهزيمه تاع البارح نسمع بعضنا انيس العياري بارك الله فيكم يا ملاعبيه الملعب التونسي يعطيكم الف صح برافو ثلاثه شهور تحضروا ونجور جي وقت اللي يكرم المرء او يهان يوم الامتحان تورينا احسن ما عندكم ما تحشموش على روح درس كروي اليوم مدرب جرجيس عطاكم درس كروي خويا طيح البلوك عمل فيكم كل شيء بلي شانجمون وينكم ملاعبيه ستاج وين الاكسبيريونس وين الجمعيه امانه عندكم وين باش ترجعوا لبلاصتها مزعام خويا كان في طلب الفلوس هات 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 قسما بالله كان جيت رئيس الملعب التونسي كلكم على بكره ابيكم لا تقول لي عندي ولد استاد ولا جاييني من البر والله نقول نطردكم هذا اللي قالوا ما انت طارق ما انت برشا غضب يذكر بتاريخ نهار نزول الملعب التونسي حتى انيس وقتها كان في حكيت معاك في حاله مشابهه واليوم كما حكى نادر على نقص الخبره ولا امير فما عناصر كان مفترض انها تكون في الانتراج نتاع الملعب التونسي هو يحس على جمعيته لانه تعرف فيها وتلعب بها الاولمبياد والمنتخب والعمل المونديال انيس ومن حقه والمردود وحتى يزمنا نقول نصلحوا جمله نقولوا انه ترجي الجرجيس انتصر مش ملعب تونسي انهزم الحقيقه أما صحيح معناتها هذا الايام في انه مستواه هزيل جدا وفما نقص في الخبره ولكن فما كمال سنوسي زاد خدم رئيس لو انه كان في ظرف صعيب وقت ملعب تونسي 2012 2013 كان ينجم يوجه الرئيس الحالي لكن زاد فما تغيب لاولاد الجمعيه ما نعرفش انا شكون موجود في الانتوراج توفيق المهذبي وينه نحاو سنوات ربي يعني انا ملي التخلق في الكوره يكون هو توفيق المهدي لاعبي مسؤول ديليجي ما عندوش انتماءات بالضبط. لا مع هذا رئيس ماسي رئيس جاي وتوفيق المهدي موجود يا اخويا الصندوق ما نقولش الصندوق الابيض اليوم نحكيو يعني على انسان في الملعب التونسي في كل جمعيه لازم يكون واحد هكاك حياته الكل فيها الجمعيه هذا مس من هويه الجمعيه واضح خلينا نحكيو بخاطر عندنا برشا مواضيع باش نحكيو فيهم نحكيو على ترجي رجيس اللي معناتها استحق ملاعبيه شبان إطار فني كما قلت أنت وذا ينطبق على كلام كنت تقول فيه نادر معناتها يعرف شنو النزول ومعناتها يعرف شنو المقابلات نتاع الصعود وأهمية المقابلات هذه اليوم معناتها إطار فني نجح على رأس ترجي رجيس ومعاه ملاعبية صغار كمان هي بداية لكن جرجيس فات عملت موسم ممتاز جدا كانت يعني هذا كنت نحكي انا وامير قال لك هذه نفس الكيب اللي لعبت مع الاتوال عمي ونفس خرج خلوي بلال الوادي فوالا خرجوا على الاقل الزملاء لاعبيه مشاو مهمين جدا خلوا مشاو للسعوديه لكن الفكره نتاع انه الفريق من ابناء النادي تقريبا ولاد صغار موتيفي لعبوا على حقيقه امكانياتهم ونضاج ابن الفريق يعرف الاجواء عمل تحذيرات خلينا نقولوا بسرعه بعد اللي عرفوا حكايه البراج وكل شيء فريق كان جاهز المهم هو المقابله شوف هو عرف كيف يلعب وحتى في الخطه التكتيكيه خلى لاعبين ممتازين عنده لعب المباراه على مراحل حتى كي تسمع تصريح من يضاشت قال لك انا بديت لعبت لهم بهارون وبيونس منذ البدايه ومن بعد عملت التغييرات نتاعي قبل اللعب لعب على الهجمه المعاكسه
ونجح في استراتيجية اللي عملها هو وانتصر وانتصار مستحق الجرجيس. ان شاء الله تكمل هكاك. احنا نتمنى والفريق اللي يكون منضبط ومتألق ويقلم اداء ممتاز هو اللي يسعى لدرجة المحترفين. واضح. طارق، هل تحدث المفاجأة مع الشباب القيروانية اللي انتصرت في مباراة الاولى كونتر اولمبيك مدنين 2-1؟ هو على ترجي الجرجيس نحكيه؟ لا لا، نحكيه على الشباب القيروانية. ثم حالة نادرة لانه منير راشدي يدرب في ولده يونس اللي كان في الترجي وكان في اتحاد بن قردان، نرجع مع تشبيب تاب. بالنسبة للشباب القيروانية تقريبا وضعيتها مشابهة لاولمبيك مدنين، عناصر نتاع طلوع في الرابطه الثانيه، لكن وديجا ثم ملعبيه فسخت كما نزار طويل، صارت مشاكل ماديه مع هيئه بشير الاحمر، مع نقطه مهمه حكى عليها نادر داود اللي هي مدرب خبره اللي هو عثمان الشهابي، كان درب هلال المساكن ودرب اولمبيك مدنين ودرب اتحاد سليانه، يعني تقريبا دار الرابطه الثانيه، وفي الموسم الاخيره كان ما بين الشاب وباجا لبى نداء الواجب في شبيبه القروان في ظروف صعيبه برشا، وما كانش ثم كاليفيكاسيون تاع المنتدبين الجدد، لكن البارح شبيبه القروان كانت واقعيه جدا مع اهداف فرص من اولمبيك مدنين. الولاد الصغار كانوا موتيفي، معناتها انتصارا ممكن زاد حتى تراديسيون تاع البراج لانه عملوه بالفير بلاي بالانذار، كان شد قروان طلعت على حساب حمام لمف صحيح. فما راج دو فانكر، فما حب انتماء لجمعيه كبيره برشا. في مقابل ذلك اليوم باش نستناو ماتش كبير كونتر جرجيس، واللي يسحق ان شاء الله يطلع من غير احكام مسبقه، من غير دفعه خفيه، هذه اهم حاجه، رغم انه الفكره في حد ذاتها كبراج قابله للنقاش. واضح. أمير دخل معنا رئيس في وقت سابق رئيس أولمبيك مدنين، قال لك احنا بصراحة معناتها ماناش باش نشاركوا للمشاركة، لكن ما كناش نستناو فيه جملة مقابلات البراج هذوما، معناتها تفاجئنا وسمعنا كيفنا كيفكم، معناتها تصور اللي باش يكون أولمبيك مدنين اليوم أوت من معناتها من الفرق المعنيين أنه يكون في الرابطة الأولى. وما كان حد يستنى فيهم منهم الكل يذول ما في مقابلات البراج، دار برشا كلام أنه قبل أنه فما براج فرضية مطروحة قانونية بقى. يعني بالنسبة للأولمبيك مدنين يعني تحذيرات في مدة وجيزة أسبوعين تسع أيام تحذيرات، يعني بصراحة ما يعني حتى فهم ريسك اختر على اللاعبين، فهمتني يعني صارت البارح حسابات عضلية بالضبط، يعني فهمت يعني ما نقولوا بون مدنين ماهيش كونسيرني بالوضعية هذه، يعني باللعب على لعب على يعني الصعود. واضح. هذه كلمة فقط قضوة الجي اس كا، منذ سنوات جي اس كا ما لعبتش بفريق كامل من ابناء النادي لانه صارت اشكال نتاع اللاعب الاجنبي اللي ثم صارت تسويت رفع من عند داب وتسويت ورقه الخلاص ما خلطتش، وبالتالي لاعبين المنتدبين اللي كيما المولهي وكيما الفزالي اللي كان في بيجا في السعوديه سليمان وكذا ومهاجمين اخرين ولاعبين اخرين اربع خمسه انتدابات ما كانوش موجودين. البارح ثم المطيري ثم الحربي ثم لؤي دحنوس اللي كان في اعاره لبن قردان ايهاب العدامي، ثلاثه اربع لاعبين اللي عندهم الخبره، ومنهم المطيري اللي سجل ضربه الجزاء نتاع الهدف الثاني، هو من طرف الاهداف الثلاثه كانوا عن طريق كره ثابته سجلوا البارح. دونك جي اس كا رغم الظروف الصعيبه هاي وضعت انه فريق الكل شاب، فريق من ابناء النادي عارفوا كيفاش يخرج من الوضعيه. تقريبا البدايه الرسميه كانت 1 سبتمبر خاطر من 15 اوت بداوا يتدربوا، وكان هناك اجماع بين هيئه العلويني وبشير الاحمر الهيئه الجديده اللي جات انه رجل المرحله هو عثمان الشهيبي كما قال فوالا، هذيك هو الذكاء، الذكاء يقول لك يعرف صحيح يعرف مدينه مليحه. ها نرجع لك الملعب التونسي، جبت طارق الجدايه هكا ولا اسم محترم، درب في الاردن، درب في لبنان، فهمت؟ اي طارق الجدا يعرف الرسل البشري الملعب التونسي تي بعد غدو يلعب صحيح، ما انت في وقت وجيز اليوم ما شفت شفت العشوائي على شنو مش تلومه. ها في وقت من الاولقات طلعوا طلال المساوي اللي كان مساعد اللي كان فاز بالبطوله نتاع النخبه الموسم الفارط، دعموا به المدرب الفرنسي هاو تو ما عادش موجود ارتجال يعني على الاقل يا رسول الله كي ناحيه المدرب تي مخليهم موالي زادجوان ولاد الجمعيه غادي يعطيكم لي ريبيرش خدموا في البريباراسيون شنو هما اللي يلعبوا شكون حاضر شكون نعطيك انا الملعب التونسي مثلا للتيست في امام تاع الملعب التونسي الكل 21 22 بعد ما التحضيرات يعني معدلات كبيره الناس كل حاضره في البيك. البارح رينا شبح في الملعب اي فهمتني يعني ما انت حقيقه الميدان حقيقه اخرى ما تنجمش قلت لك تغيير مدرب يعني تو طارق الجراي مش يقعد تو مش يتفرج في قروان ولا في مدنين ولا يقعد يتفرج في ملاعبيته فيزيوناج ماتش جرجيس ولا فيزيوناج ملاعبيته باش يعرفهم، دونك اشكال كبير. كان نجح بون عمل لك سبلوا، كان ما نجحش ما عندك ما تلوم. خلي الامانه سوء تصرف في وقت وجيز معناتها اليوم من هيئه الملعب تخيلنا التونسيه الناس كتسيرهم
يعني رجة كبيرة كما النزول تبني على قاعدة صحيحة أنك تشوف شنية أخطائك مشاو يكذوا في أخطاء هي نفسها راهو تغيير المدربين في تونس. رقم برك أنا ملعب التونسي الوقت ملعب التونسي من 2015 لليوم هذا 6-7 سنين بريسك ملعب التونسي ما باستثناء راس عدريدي عمل العامين وراس عدريدي يود الملعب التونسي ويعرف من يشد برد ويعرف الدنيا الكل باقي الكل فما حتى ممرن عمل العام ملعب التونسي كان واضح في انتظار الجولة في انتظار الجولة الثانية نهار 4-6 أكتوبر ترجي الرجيس يستضيف شبيبة القيروان وأولمبيك مدين يواجه الملعب التونسي ومازالوا عنا حصص ومازالنا نحكيو على مقابلات البراجة اللي باش نعرفوا من خلالهم شكون الفريق اللي باش يصعد للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. احنا فاصل ونرجعوا نحكيو على الجلسة العامة التقييمية للنجم الرياضي الساحلي. فاصل ونواصل. انتم تسمعوا في اي اف ام زون سبور مع حمزه المغير. حمزه المغير بيوم معها طارق العصادي نادر داود وامير الجزيري نواصلوا معكم في اي اف ام زون سبور نحكيوا على النجم الرياضي الساحلي. البارح صارت الجلسه العامه التقييميه تم عرض التقرير الادبي والمالي. بصراحه مجموع الديون مجموع كبير وكبير برشا نحكيوا على 74 مليار 963 مليون و525 دينار. قبل ما ندخل ونحكيوا على شنو صار في الجلسه العامه والفوضى اللي صارت البارح في الجلسه العامه نتاع النجم الرياضي الساحلي نسمعوا ديكلاراسيون نتاع رئيس النجم رضا شرف الدين. نسمعوا شنو قال بالضبط. قبل ما نقول مسؤول راني محب كيفي كيفكم وما نحبش الخساره اني نعمل طرح كارتا نخسر ما نتيقش ما نحبش الخساره عيب عليكم هل يتكلموا يقولوا مش مغروم من الوين نعمل واحنا ما نحبوا كان الخير النجم الرياضي الساحلي راهو عيب عليكم راني اني 2013 عندكم ذاكره قصيره اني دخلت 2012 2013 نعمل مده نيابيه بعامين اني قلت عديت عام كملت المده النيابيه نتاع حافظ حميد وعملت انتخابات تفعود تشكروا وتقولوا العباد هذه شنو عملت راهو نجاهدوا راهو نجاهدوا راهي فما ناس ما تحبش الخير اللي طوال جاتنا زوز مليار دوات و200 وعطيلنا بعنا حش محمود باش خلصوا من اللعبيه وما خذيت منهم حتى دينار اني دفع 540 مليون من جويلي التو ربحنا الكوبارا بكل ما خلصناش الملاعبيه في وقتهم وخلصنا الطيارات عندنا الكوب دافريك وعندنا الشامبيونا وعندنا الكوب اراب خسرنا يمكن مليار انتريس اما ربحنا 16 مليار. اذا كان انت تجي تلقى شكون ايفات فينانسي باش انت تنجم تعمل هالبرفورمانس هذه بارك الله فيك يعيش المغالطات لا انا مع المحاسبه اسمعوا على قليله اسمعوا وما تكونوش ناكري جميل وما تكونوش قليل معروف راهو عيب عليكم واضح هذا اللي صار مع مقتطف صغير من هنا وسام بن حسين اللي صار البارح في الجلسة العامة للنجم الرياضي الساحلي. نذكروا اللي باب الترشحات رئيس نادي يتسكر نهار 5 أكتوبر لحد هذه اللحظة لليوم 11 من الصباح اتصلنا مع رئيس براوي سعد جليل سعد جليل مع وقال ما فما حتى قائمة رسمية تقدمت والجلسة باش تدور نهار 9 أكتوبر. فوضى كبيرة كانت في الجلسة العامة البارح نادر. الجماهير طالبت برضا شرف الدين بالتخلي على رئاسة النادي كانت اللهجة حادة شوية معناتها كمام واتهموه بخيانة الأمانة وأصبح النجم قالوا له جماهير بعيدة على الألقاب والمنافسة واللي خليها تفقد الهيبة متاعها. رأيك هكا في اللي صار البارحة ككل معناتها في جلسة تقييمية لفريق كبير في قيمة الإتوال؟ والله هو الجلسة التقييمية واللي قاعدة تصير نتاع النوادي الكبرى تقريبا قاعدة تتشابه بصراحة. يعني حتى وتعودنا في السنوات الأخيرة في تونس على جمعية الرجل الواحد جمعية رجل الأعمال الناجح لا عندنا لا هيكلة لا برمجة لا استشهاد لا تخطيط. يعني إذا كان نادي عنده رجل أعمال ناجح يصرف عليه تمشي الأمور إذا كان لا نلقاو مشاكل كبيرة رغم أنه عندنا نوادي كبيرة في تونس قادرة أن تجيب 10 و 15 مليار من مستشهرين وتنجم بحوكمة رشيدة بحسن تنظيم بحسن تسيير بتخطيط برمجة نجم تنجح. احنا مشينا للتيار اخو واللي عندنا تقريبا اهم عنصر في النوادي هم رؤساء اللي احنا في العالم تقريبا متسميهمش قليل ونسمي رئيس نادي. احنا في تونس اول واحد تعقله في النادي هو رئيس النادي ما ثمش حتى كلام وثم شكون حتى يولي يتعامل مع النادي ك ملك خاص يقول لك خويا انا ندفع انا نصرف انا نبيع انا نشري انا نعمل انا نختار يجي ويزال كيف كيف حمالة الحطب انت تفهم وانت كذا كل واحد يعتقد في نفسه انه يفهم في كل شيء. احنا الميدان هذا مجعول باش الناس كل تتكامل
فيه اللي يخدم الامور الاداريه، الامور اللوجستيه، الامور الفنيه، وحتى في صلب الاطار الفني اصبح اختصاصات، وحتى اختصاصات يعني صغيره، من الاعداد البدني للحراس للمساعد الاول والثاني. دونك موضوع كبير، موضوع الاتوال ما يخرجش من الشيء هذا. اذا شرف الدين شد الاتوال في ظرف معين، نتذكر انا وعندي حديث نتذكر الاتوال وقتها 3 مليارات ديون في 2012، توا تقريبا تحكيوا على 74 74 مليار ديون. شكون عملهم الديون هذوم؟ دونك هنا تقييم للمرحله هذه، اكيد كل مرحله فيها الايجابي والسلبي. الاتوال هزت القاب، دخلت ماذا 20 مليار من بطوله عربيه زاد. كنت نجم انت كان الامور منظمه وكذا تغطي روحك. زاد الاتوال دخل 20 مليار وعندها 4 مليارات لازم تدفعها مثلا للاهلي في كوليبالي، وبعد عند تبيع بنجاح باك المبلغ الضخم مثلا، ومن بعد تحصل في كوناتي تقعد تتقاسي فيه برشا فلوس. علاش كون تحسب هذا؟ اذا شرف الدين كما اي رئيس دخل لاسباب معينه زاد كيف كيف انت كرئيس نادي تدفع وتحط من اموالك، لكن انت كيف كيف زاد نجم الساحلي خدمتك صحيح عمل لها رصيد سياسي بالطبيعه. مالا انت ماكش اذا شرف الدين قبل نجم الساحلي هو اذا شرف الدين تعتو اللي ولا يخدم في السياسه ودخل البرلمان والبرلمان حتى رقم اعماله حتى رقم معاملاته الماديه وغيره. دونك شوف واضح كل واحد هي الكل حسابات. اما بارتاجيني فما سوء تسيير كومام، لكن معناتها رضا شرف الدين باش نعطيكم ديتاي تو معناتها على لسان جلال كريف عطاه ديتاي باش تعرفوا رضا شرف الدين قداش معناتها يسال النجم الهادي الساحلي فلوس. نسمعوا الديتاي هذا ونرجع. مجموع الالتزامات الجارية خلال الفترة 1 جويلية 2019 إلى 30 جوان 2020 يعني الديون بصفة عامة 74 مليار 963 مليون و 525 دينار مقسمة كالآتي: ديون لفائدة السيد رضا شرف الدين 32 مليار 477 مليون 678 دينار، ديون بنكية 19 مليار 974 مليون 914 دينار، شراء لاعبين 5 مليارات 705 مليون 592 دينار، ديون لفائدة اللاعبين والفنيين 10 مليارات 514 مليون 936 دينار، اعتراف بدين جبائي لفائدة الدولة 2 مليارات 76 مليون و 114 دينار، ديون لفائدة المزودين 2 مليارات 824 مليون 785 دينار، ديون لفائدة السيد حسين جنيح 712 مليون 188 دينار، ديون لفائدة السيد حافظ حميد 515 مليون 467 دينار، ديون أخرى 161 مليون 651 دينار. معناتها 32 مليار معناتها هو يسالوا، فما 9 مليارات خدم، دونك نحكيو معناتها على 40 بريسك 40 مليار معناتها يسالهم النجم الذي سال. هو تو اللي سمعت انا شرف الدين 32 مليار اللي وعنده 9 خدمات 19 مليار نتاع البنوك. اي ما فيهمش كلام. تو اذا شرف الدين وقتاش رئيس البنوك شنو هذا نتاع البنوك؟ يعني قروضات من البنوك. قروض النجم ياخذ قروضات من البنوك كما عادت نوادي طبعا. كمان اذا شرف الدين بيان سور اكيد ما فيش كلام. دونك رئيس النادي وقتاش تقول له انت يعني شابو ما عندك ما تقول له؟ كي يقول لك الاموال اللي انا دفعتها في النادي راهي هيبه للنادي. حمد المدب في الترجي كل جلسة عامة يقول لك راهم الديون اللي في حقي أنا راهي هيبة للترجي مثلا. كي يقول لك لا مش يقعدوا ديون نجم يطالبك بهم، لكن زادة حتى ديون اللي يوسع عليك بلغتنا أنا العصادي كي سلفني فلوس ويصبر عليا عامين يرحم والدي زادة رئيس نادي كيما تو تسمع 700 مليون جنيح حسين 500 واش حافظ حميد فهمت؟ دونك أنت إذا كان هذوما ما سلموش فيهم تحب يسلم لك في 32 مليار شرف الدين؟ دونك يا خويا الديون تفاقم الديون برشا، الموازنه بين الديون والالقاب والنادي وين وصل يعني مشكل اخر، وشكون البديل توا؟ وشكون باش يحمل هذا الشارج هذا كله نتاع الديون، ديون كبيره بصراحه معناتها الى حد الان كما قلنا ما تقدم حتى قائمه على ما اظن معناتها ريسكو هو باش يواصل رغم اللي سمعنا معناتها اللي فما ديكلاراسيون قال مانيش باش نواصل على راس النجم الهادي الساحلي، لكن فما تطورات في الساعات القادمه اكيد انه فما قائمه اخرى بار ماهر القروي لحد الساعه ما فما حتى شيء. شوف حتى حد ما ينجم كما حكى نادر يسحب الانجازات ولا الشيء اللي عطاه للنجم الساحلي، فما سوء تصرف صحيح ممكن، لكن ثم برشا اطراف راهو تعداوا تقريبا اكيد
أربع نواب رؤساء، خمسة ولا ستة مديري فروع هذه في كرة قدم، بما في ننساوش رياضة القاعات اللي هي وصلت الحالة الكارثية في النجم الساحلي. كانت باش تتحل معناتها لكرة السلة القسم الثاني. دونك اليوم زاد النجم الساحلي يحتاج إلى ضخ مادي عاجل كما هو أنقذ الوضعية بعد حافظ حميد. اليوم نشوفه في برشة شعارات، والواضح أنه المشهد الرياضي في النجم الساحلي حسب ما حكينا مع عباد، حسب ما شفنا جماهير وشفنا جلسة العامة، ما عادش يقبل وجود رضا شرف الدين. أوكي، لكن اليوم شنو هو البديل؟ مش هذا معناتها تشريعا لاستبداد ولا ديكتاتورية رضا شرف الدين. ولهنا نحيلوا الكلمة الأمير الجزيري لأنه كان مسؤول سابق، عاش النجاحات وعاش الأطراح ما بين تصيف نادي البنزرتي. هل أنه فيها انجراتيتود هذه؟ أنت كنت مسؤول وخرجت وعملت جيل ذهبي مع مهدي بالغربية، ولكن الجمهور كيفاش تفاعل معاكم؟ هل ترى فيها جانب من النكران ولا هذاك قانون الكرة؟ هذاك قانون الكرة يعني توفي جانب النكران يعني. فماش حتى رئيس في تونس راه ما تسبش في الاخر، خاطر الكرة تعرف جمهور الكرة، فيه المثقف، فيه الطبيب، فيه المشقاري، فيه الناس كل يعني تنتظر كل شيء يعني في الكرة، بتسمع كل شيء. بقى انا با بالنسبه لسي رضا شرف الدين يعني مسؤولين كي من هكا بارك الله فيهم يعني يحطوا فلوس كي من هكا، ولو انه فما برشا بين ظفرين يعني احترازات يعني انك تحط فلوس زادة في لاعب انه ما يزيد شيء بمبلغ كبير زادة تحمل مسؤوليته وحدك، شكون جابه شكون قالك جيبه، فهمتني؟ مش بتحمل الجمهور هذا. سامحني راه وقتها تدخل وديع الجاري ومشى حسين جنيح وبرترون مارشون، كانت معناتها قضيه ريعان باش صحح عليه فوزي لقجع باش جا ليتوار، كانت تذكر عبد ذكرتها قصيره من ذكرها مليح قبل 2017 هذا يكون اتي. دونك انا نقول شنو نقول انا شنو نقول اذا كان سيدي ذات يا امير بتبيع كلهم يجوا لهنا ياخذوا حاجات ما احنا مش بها، فهمني؟ انا نقول سيدي ذا شرف الدين يعني كان باش تواصل سيدي ذا شرف الدين اخرج اعطي برنامج يقول راني باش نواصل واطلب من الجمهور. اذا كان زاد كاتيجوريك يعني الجمهور ما عادش قابلك وانت بيدك ما عادش موتيفي وقالك، خاطر نعرفوا انه مسؤول كي يدير له موتيفاسيون ما عادش يضيف شيء راهو الفتره اللي باش يقعدها الكل شويه يضر اكثر من اللي ينفع. نقولوا انسحب سي رضا شرف الدين وخلي هاك الفلوس هذاك ملتزم انك مش باش طالب بهم ال 54 مليار ولا قداش، خاطر 19 مليار بالنسبه ليا هو يعني بالنسبه لي هو فلوس وهو ضامن فيهم مع بجاج هذوك متابعينه هو 19 و 30 يعني بالضبط. قولوا هذوما ال 54 سيري ذات نازل عليهم على النجم ديجا يعني تدخل للتاريخ كيف سي حسين وسي عبد حميد كيف تنازلوا، ولا بالنسبه للباقي الناس تحبوا عليهم خلي الهيئه الجديده تجي تقعد مع العباد يعملوا خدمه كيما خدمه من النادي الافريقي، ينيغوسيو معاهم يطيحوا شويه وترجع فيسا الاتوال تمشي، خاطر الاتوال عندها راهو فريق باهي ويلزم في اقرب وقت يفصلوا المشاكل هذو من كل باش ينجموا يعملوا عام باهي. كانش قد ما يزيدوا يوخروا قد ما يزيدوا يكبروا في المشاكل. واضح يكبروا في المشاكل وتكبر الديون في على كلمه نكران الجميل. الكرة هو ميدان نكران الجميل. نكران الجميل وتونس في حد شوار. تونس في حد ذاتها كلاعبية كمسؤولين كمدربين تحس شيء ما نعرفش شنو والذاكرة ديما قصيرة. هذاك هو توا تحس ثم وجيعة كبيرة في كلامه. يعني حتى سمعت انا البارح شوي يعني قال يعني على الاقل قولوا يرحم والديه، على الاقل قولوا كلمة خير. ولا كان اللي عند ربي خير او كذا ربي يعرف انا ايش عملت في الاتوال ولا شعتيت ولا كذا، فهمت؟ واضح. دونك في الاخير نادي الماشيين ما عادش تلقاهم مسؤولين هكا واضح صراحه ضاع عيوبهم بالكل. دهمنا برشا الوقت شكون باش يحط الفلوس امير نادر طارق دهمنا برشا الوقت باش نرجعوا في ساعتنا الثانيه نحكيوا على السي اس اس وزاد فريق زاد عنده برشا اشكاليات قاعده يمر بها النادي الرياضي الصفاقسي، باش نحكيوا على تتويج النادي الافريقي للسيدات بكره اليد بالبطوله زاد كيف باش نحكيوا كما قلنا في اخر حصتنا على نهاء الرابعة نهاء الاندلسي وشنو هي الاشكاليه اللي صارت لها، هذا كل في ساعتنا الثانيه. لكن توجيكم زميلتي وصديقتي شيماء في احوال الطقس، نرجع لكم ساعتنا الثانيه. باي باي.